أحباب الفرقان، هذا شذ القرآن. يا أحباب الفرقان، هذا شذ القرآن. يا أحباب الفرقان، هذا شذ القرآن. يا أحباب الفرقان، هذا شذ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج جديد وفي عدد جديد، برنامج شذ القرآن. هذا البرنامج الذي يستضيف عددا من قراء كتاب الله عز وجل وحفاظه، نستضيف في حلقتنا لهذا اليوم القارئ أيوب عيدات من ولاية الجلفة. تابعوا معنا تفاصيل حكايته مع القرآن الكريم. يا أحباب الفرقان، هذا شذ القرآن. إذن مشاهدينا الأكارم، نرحب بضيفنا لهذه الحلقة من برنامجكم، برنامج شذ القرآن. ضيفنا لهذا اليوم هو القارئ والحافظ لكتاب الله عز وجل عيدات أيوب، الذي ولد في ولاية المدية وحفظ القرآن الكريم في ولاية الجلفة. أستاذي، هل لك أن تروي لنا كيف حفظت القرآن الكريم وكيف أثر فيك القرآن الكريم، وهل ساعدك القرآن الكريم في مشوارك الدراسي أم كان عكس ذلك؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكرك على حسن الاستضافة. بدأنا حفظ القرآن الكريم من الصغر في الكتاتيب والمدارس القرآنية الصغيرة، أي في المدارس القرآنية الموجودة في الأحياء. ثم بعد إتمام تقريبا حفظ ربع ياسين، انتقلنا إلى مدرسة الإمام ورش سنة 2015 تقريبا. بدأنا حفظ كتاب الله تعالى عن طريق الألواء، عن طريق المصاحف. قبل ذلك كنا نحفظ في المدارس القرآنية الموجودة بالأحياء بالألواح. استغرقنا في حفظ القرآن، في حفظ كتاب الله تعالى، حوالي 5 سنوات بالأحكام. أستاذ، كيف أثر فيك القرآن من الجانب الدراسة؟ هل ساعدك في دراستك، في فهم الدروس مثلا، في تيسيره لحفظ مواد الحفظ؟ هل ساعدك في ذلك القرآن؟ ساعدنا كتاب الله تعالى في استيعاب جميع المواد، منها العلمية ومنها الأدبية، حيث تحصلت على معدل في شهادة التعليم المتوسط 15.97، ما يقارب معدل 16. نعم، ما شاء الله. هناك من يقول بأن القرآن الكريم يعتبر عائقا في الدراسة، أي أن القرآن الكريم يشغلك ولو بالقليل عن التعليم الدراسي الدولي القانوني. هل لك أن ترد على هذه المسائل؟ طبعا لا يوجد سبب لعدم قراءة القرآن، سواء أكان الإنسان عاملا أو تلميذا أو طالبا في الجامعة، لأن القرآن يؤثر إيجابا على الإنسان، كما يقول الله في كتابه العزيز: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمن يعرض عن القرآن ولا يقرأه فتكون حياته تعيسة بدون ذكر الله تعالى. يا أحباب الفرقان، هذا شذ القرآن. الأخ أيوب، تقدر تحكي لنا على كيفية حفظك للقرآن الكريم، طريقة حفظ القرآن الكريم، عن طريق الألواح أم عن طريق الكتب، أي الطريقة التقليدية أم الطريقة الحديثة الآن التي نشهدها مع جل المدارس القرآنية؟ طبعا قبل الانضمام إلى مدرسة الإمام ورش المتواجدة بحي بوتريفيس،
كنا نحفظ بطريقة تقليدية وهي طريقة الألواح. بعد الانضمام انتقلنا إلى الطريقة الحديثة ألا وهي الحفظ عن طريق الكتب. لكل منها سلبياتها وإيجابياتها. من الناحية الإيجابية في الطريقة الحديثة أنها لا تتعب التلميذ في الكتابة ومحو اللوحة، وأيضا تساعده في الشتاء والصيف. أما في الطريقة التقليدية لديها إيجابياتها وسلبياتها. أما إيجابياتها فتحسن من خط التلميذ، خط المتعلم أو القارئ أو الطالب في اللغة العربية، كما تساعده على الحفظ حيث يقوم بكتابته، حيث يقوم المعلم بتلقين الطالب للتلميذ، ثم بعد الاستماع يقوم بكتابتها استنادا على المعلم الذي يقوم بتلقينه للوحة، بعدها يقوم بحفظها، ثم يقوم باستظهار اللوحة، ثم يقوم بمحوها. طبعا أصعب عملية هي في فصل الشتاء، حيث لا يمكن للطالب محو اللوحة لأنه يوجد بعض الصعوبات ألا وهي المحو ثم تنشيف اللوحة، وتستغرق وقت طويل. يا أحباب الفرقان هذا شذ القرآن. الأخ أيوب، نقدر نسمع صوتك في القرآن الكريم ولو آيات بينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. يعني صوتك شاعر له الأبدان، لا فضل الله وبارك الله فيك. نصيحة تقدمها للذين يتهاونون عن حفظ القرآن الكريم، للذين يتهاونون عن تعلم قراءته وتعلم الأحكام وعدم هجرهم للقرآن الكريم، يعني تقدر تقدم لنا نصيحة للمشاهدين؟ طبعا نصيحة للكبار والصغار، لا يوجد عذر أو سبب لأي إنسان أيا كان سنه وأيا كان منصبه وأيا كان في حياته اليومية، أي عمله أو ماذا يفعل خلال يومه. طبعا هنالك أمهات وجدات هنا في ولاية الجلفة قد حفظنا القرآن وهن في سن كبير جدا، هناك عجائز في سن الستين، في سن الستين. فلا يوجد سبب أو أي شيء يمكن أن يقنع الإنسان بعدم مقدرة الإنسان على حفظ القرآن. مشاهدينا الأكارم، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج، نترككم مع كلمة من الأخ أيوب. في البداية نشكر قناة أنوان على الاستضافة، كما أشكر والدي الكريمين الذين ساهما في حفظي لكتاب الله، وأشكر كل من علمني ولو حرفا أو آية من القرآن الكريم، كما أشكر الأستاذين كيبش زيان والأستاذ خليل مداني، وأشكر مدرسة الإمام ورش على الاهتمام بحفظة كتاب الله والاهتمام بتحفيظ كتاب الله وعلومه، وشكرا. إذن مشاهدينا الأكارم، نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا، برنامج شاذ القرآن، نترككم مع آيات بينات من الذكر الحكيم مع الأخ أيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Yeah.